لا اسمه في هو يقول سؤال، لكم سؤال جواب. شنو رأيك بالرجال انه يعوف زوجته ويرجع لها وهو متزوج؟ يعني شنو؟ يعني متزوج، يعني هي بعت على دمته لو طلقها ورجع لها. طلقها وهو تزوج ورجع لها. أني لن أتكرر مرتين نور، أني لن أتكرر مرتين، أني مرة واحدة أتكرر. خيي خيي أنا بحياتي ما حكيت السالفة وما طلع الصح. باعي من يطب علي وحدة وتقول لي ناديني لحقيني راح أموت، قلبي قاعد يصعد يفتح النفس ما ينزله، أقولها ليش حبيبتي؟ قولي نادي رجل تزوج علي، اقولها ايه. تقول لي واني شايلته بالصلوات، اقولها ايه. تقول لي ومدللته دلال، اوكي اي اوكي. وتزوج علي ويعاملني معامله مو زينه، وهاي البنيه حبها علي وتزوجها. حلو؟ لا مو حلو. هسه نكمل. قلت لها سمعي، قلت لها سمعيني، قلت لي تزوج علي تقولي لي حلو. قلت لها سمعي والله العظيم يا نور، وموي وحده ولا 100 ولا 200 ولا 1000 ولا 10 هذا الكلام. قلت لها سمعيني وخذيها وشم وحطيه باذانك حتى يوميا تشوفينه، لو تحطينه بقصتك ولا تنسين كلامي. قولي نادين الطائي قالت يوم الرجل يتزوج وحده ثانيه وانتي ما مقصره وياه ابد وقايمت له بالصلاه بغض النظر عن المشاكل اللي هي ملح الحياه، يعني ماكو مرة جر عدل ورجال جر عدل، بس اكو مشاكل طفيفه. مو مال انه رجال يروح يتزوج على مرته. بس مرات الرجل، انا اسفه شباب بس هاي حقيقه وللبعض مو للكل، ياخذ على نفسه هاي مشكلته. بعض الرجال من يعيش ويا مره يشوف شخصيتها قويه وعندها طموح وتتنجح بشيء معين وما تتوقف على شيء معين وتجادل يعني تشارك افكار وذكيه وسباعيه، يحس بانه قيمته قلت فيشوفها مغروره. هي ما مغروره، انت الرجال وهي المراه لو مهما تكون، بس هو من قد ما شخصيته ضعيفه يشوفها هي اعلى من عنده، يشوف بيها انه هي صارت اعلى من عنده فحس بنفسه انه هو اقل، يبقى يحاربها يحاربها بكل النواحي والطرق ما يقدر. بيش يدق المرأة؟ المرأة ما تندق إلا بمرأة، هذا شعار قديم فاشل بائس يائس، خلوه ببالنا هو مو صحيح. هاي قبل المرأة ما تندق إلا بمرأة، من كانت النسوان مكففة، من كانت النسوان ما تعرف الحياة، من كانت نادين الطائي ما هي على السوشيال ميديا وغيرها من الناس بتحكي حق، من كانت المرأة ما تعرف حقوقها من والإلها والعليها، من كانت مدمغة تجيب المرأة تدقها بمرأة. هسه لا، هسه انا اقول لك روح جيب علي مره. ليش؟ حتى هاي المره تاخذ حقي وحيفي منك وتخليك تقول، وتخليك تقول جرب غيري الا تعرف غيري. ما حد ياخذ حقك من الرجال الاذاج غير المره الثانيه، وما حد يرد لك كرامتك غير المره الثانيه، وما حد يخلي الرجال يعرف قيمتك. و 99% من الرياجيل اللي تزوجوا على مرتهم الاولى فتره ياخذون رغبتهم من الثانيه ويرجعون يبوسون بالايادي اريدش ترجعين. ليش؟ ما سالتي ليش؟ ليش نادين؟ هاي الكارما، هاي الكارما، كارمة حياتك الحلوة وياه والعشرة والخلفة والجهال، هاي الكارمة منو طلعها بيش؟ طلعها الثانية، حسوني ثانك يو، طلعتها الثانية اللي انت ضايجة منها واللي انت مقهورة منها واللي انت تقولين قلبي راح يوقف نادين. لا فرحي وهلهلي وقولي لربي راح احط هسه مثل نادي الرجل على رجل وانتظر الثانية تاخذ حقي مني اللي خلى حقي بالقاع. اصبري اصبري شهر شهرين، روحي سنة، تعايشي وتناسي وامشي وحسي بالحياة انه قاعد تمشي وانه هو قاعد يشتغل بغير دولة، مفقود مسافر، تعايشي طيب يا هنا رب العالمين ويقول لك يلا تفرجي حبيبتي، يلا نور تفرجي، تفرجي وضحكي، تفرجي يا معودة، هذا حقك جبت لك اياه من الثانية. خذوها من عندي، قولوا قالت نادين. حسوني قلبي تسلم لي، شكرا. حكيك بالقلب والله صراحة حبيبتي، واقع حال.
صح، ما يعني كلش صح. باعوا، لا تجبرون شخص، لا تجبرون شخص يتكلم شيء هو ما حاب يحكي على العلن. جوز باكر عقبه اذا التقينا انا وهاي المجموعه، جوز تقعد تسولف لي براحتها وتطلع نار قلبها يمي. ليش؟ لان متاكده قاعد تحكي ويا انسانه راح تنطيها المفيد، ما تحكي ويا بشر يطبطب عليها. لا غلطانه، اخش بعينها اقولها انت غلطانه. شو انا اتصرف؟ اقولها سوي هيك. نادين اقولها هيك واحده اثنين ثلاث. فلا يعني خلص اذا ست انتهى الموضوع، البنيه ما حابه تحكي. انا متاكده راح تيجي يوم من الايام تحكي لي، واذا ما حكت لها براحتها، ويا ريتهم لا تذكرونها، ويا ريتهم خلونا احنا اللي مثل ما يقولون ننسيها، مو احنا كل ساعه نذكرها نذكرها. ما حلو ما حلو. انا هم احبك يا روحي، مدرسه نادين حبيبه قلبي، وانتي المصيبه، وانتي التلميذه يا سنيدي، شال على قلبه وفادي.